المهزوز تطلع بره الملعب ضربه ركنيه. ضربه ركنيه للنادي الاهلي اللي بيحاول انه يحرز هدف التعادل واحرز هدف التعادل. انا لسه بقول لحضراتكم اهو يعني وليد سليمان يحط هدف التعادل في الوقت القاتل. وليد سليمان في ايه؟ في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع اهو يحرز وليد سليمان هدف حلو قوي قوي قوي. وليد سليمان يحط الهدف، ادي الكره مرفوعه والكل بيتفرج، وعلى طول دماغ وليد سليمان في الزاويه البعيده عشان يتعادل النادي الاهلي بهدف لبتروجيت. تقدم بتروجيت بهدف في الدقيقه 8، ثم تعادل الاهلي في الدقيقه الاولى من